يا صباح الخير، اليوم رح نحكي على موضوع الغضب المكبوت. تخيلوا المعلومة اللي قريتها انه احنا عندنا 5 كيلوات دم وخمسين كيلو غضب مكبوت. 50 كيلو، بحيث راسه قلت يس اكيد هو هذا السبب. لانه اكيد كل شخص من عندنا مختلف، لكن مثلا انا واحدة من الناس اللي ما كنت اعبر عن غضبي ابدا ولا زلت، لكن هسه بديت احاول باني أسمح لنفسي بأنه أعبر عن غضبي لما أشعر بالغضب، مو 24 ساعة أقعد أصيح وأعيط، لا، لما أشعر بالغضب it's okay إنه to be angry، it's okay إنه أعبر عن غضبي. فإذا شفتوني بالفترة الجاية إنه عصبت رزلت it's okay. يعني هاي المعتقدات اللي إحنا ماخذيها بأنه الشخص الروحاني ما يصير يعصب، الشخص طبعا أكيد أيضا هاي الحالة تبلش من الطفولة كالعادة، لما نكون مثلا احنا دا نشوف اكو احد الوالدين انه يكون في حالة غضب وعصبي ويصرخ وما اعرف ايش، فاحنا كأطفال رأسا في داخلنا ناخذ ردة فعل ونرفض هذا الجانب من عندنا، يعني نرفض نسختنا الانجري، نسختنا الغاضبة، نعتبرها فتشي مو صحيح، فتشي مو زين، فتشي دا يؤذي الآخرين، فلذلك نرفضها. فلما نرفضها انفصلت وصارت وين؟ بالعقل الباطن، لكن هي موجودة بس مرفوضة. فشنو؟ طاقة الغضب كلها تنكبت لأنه احنا ما نسمح لنفسنا نطلع هاي النسخة الغاضبة، فمدى نسمح لنفسنا نعبر عن مشاعر الغضب فتبقى هاي المشاعر مكبوتة. وطبعا حسب ردة فعل الجسم اكو قسم، أكو أجسام تحول هاي الطاقة إلى فات، إلى شحوم وتؤدي إلى زيادة الوزن، وأكو أجسام تحولها إلى مرض، تطلع على شكل مرض أو عرض في الجسم من الأمراض اللي نعرف عليها نتيجتها غضب. فحسب ردة فعل الجسم وحسب الشخص نفسه، لكن خلونا نتعلم بأنه إحنا نسمح لنفسنا أنه نعبر عن المشاعر اللي نحسها في هذيك اللحظة، مو بالضرورة غضب، يعني حتى مشاعر الحب نسمح لنفسنا نعبر عنها، مشاعر الغضب it's okay انه احنا نكون غاضبين، مو معناته انه انا شخص فايت بالتنمية ويعرف بالطاقة او روحاني معناته ما يصير اعصب، لا، لانه احنا هاي النسخة الحالية مالتنا هي بشرية فتنطبق عليها المشاعر الانسانية، عندنا النسخة روحانية، هذيك بيور، هذيك ما تعصب، هذيك تاخذ الحكمه فقط من المواقف. احنا هدفنا بانه احنا نوصل للانتجريشن او التوحيد مع كل نسخنا ومع روحنا، لكن حاليا طالما احنا بعدنا بشر في تجربه انسانيه في هذا البعد عايشين ويا ناس اخرين ممكن يعصبونا باي لحظه، اتس اوكي انه نعصب واتس اوكي انه نعبر عن غضبنا، مو نكبته ونبنعه وبالتالي يتحول يا اما الى فات أو إلى أمراض معينة، لأنه بالأخير إحنا دنظر نفسنا مراعاة للآخرين. يعني لما ما نعصب ليش؟ لأنه إحنا ما نريد نجرح المقابل أو ما نريد نخسرهم أو نخاف لنخسر شغلنا أو نخسر ناس نحبهم، فما نعبر ونبلع ونسكت، الطاقة ما تروح ما تتبخر، يعني مو ثاني يوم راح أنسى، لا، الطاقة هتبقى موجودة لحد ما أنا أحررها، فهذا قصدي. ولا تنسون احنا لو ما عندنا تراكمات طبقات من المشاعر المكبوتة ما رح ننفجر، ما رح يكون تعبيرنا على الغضب بصورة مبالغ بيها اذا كل موقف بموقف تعاملنا وياه صح. فلهذا خلونا نتفق من اليوم بانه احنا نسمح لنفسنا نكون حقيقيين ونعبر عن مشاعرنا بغض النظر شنو هو الشعور، نعبر عنه، ما نحتاج نكبته، وبالتالي راح ننظر احنا وانما نسمح لنفسنا نعبر، نكون حقيقيين، نكون احنا. شكرا لكم. فالتمرين اللي حنسويه اليوم حتى نطلع المكبوت القديم، نجيب ورقة وقلم نكتب لستة بالاشياء اللي احنا نعصب منها، اللي عندنا غضب مكبوت بالداخل منها سواء ابتداء من الطفولة ولحد الان. يعني مثلا
عندي غضب عن رجال الدين، الطريقة السلبية اللي وصلونا الدين بيها. عندي غضب على بعض الرجال، الطريقة السيئة اللي يعاملون بيها النساء. عندي غضب مثلا على الحكومة، على الدولة، على مديري بالشغل لأنه هو ما فاهمني، على زوجي لأنه هو يتعامل وياي بطريقة مو زينة، إلى آخره من الأشياء. نكتبها كلها، نطلع هذا الغضب اللي اوريدي متخزن بالداخل، ورا ما نكتبها نكون واعين بيها، نستشعر هذا الغضب اللي موجود بالجسم وين موجود، وين متخزن. غالبا حتلاقوها موجودة بمنطقة البطن أو الصدر أو الحنجرة. نستشعر هاي طاقة الغضب المكبوتة اللي موجودة بالداخل، نعترف بوجودها، وبعدين نتنفس أنفاس عميقة وننظف، نسحب نور ونطلع غضب، نسحب نور ونطلع غضب. يمكن أحيانا تحسون إنه you get emotional، تريدون تبجون it's okay ابجوا، تريدون تصرخون صرخوا، تريدون تسبون أحد سبوه it's okay. المهم نطلع الغضب اللي مكبوت في داخلنا، ونتعامل مع المواقف الجاية كل موقف بوقته، ما نحتاج نكبت، وإنما نعبر صح عن المشاعر الموجودة في داخلنا.